والد الطفل. اولا هسمع منه استاذ هاني. يا استاذ هاني اهلا بيك. استاذ هاني، استاذ هاني سامعني؟ يا استاذ هاني سامعني؟ سامعك يا استاذ زكر. استاذ هاني خليني هقدم بس كمان الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم. سيادة المحافظ اهلا بيك. سيادة المحافظ، سيادة المحافظ سامعني؟ طيب سيادة المحافظ، ايوه مع حضرتك. طيب سيادة المحافظ بس هسمع الاستاذ هاني واسمع تعليق حضرتك، ومعايا ايضا دكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم. دكتور عادل اهلا بيك. استاذ هاني خلي قول لي في البدايه، يعني انا سمعت كلامك اهوت في التقرير، ايه كان، خليني في رد الفعل، يعني لما هل الناس تيقنوا وتاكد لهم ان مدير المدرسه اعتدى جنسيا، حاول الاعتداء جنسيا على بنتك؟ الناس تيقنوا وتاكد. لا نوطي التلفزيون بس. نوطي التلفزيون، اتفضل. هل تأكدت قيادات التربية والتعليم وقيادات المحافظة انه تم الاعتداء الجنسي على بنتك من، او محاولة اعتداء جنسي من مدير المدرسة؟ ايوه ايوه يا فندم. طيب أيوة. رد الفعل ايه؟ قالوا لك ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا يا فندم كنت في الصيد. لما حصل الواقع ده انا ما كنتش موجود، ولو انا كنت موجود في حالتها انا ما كنتش هقدر اتصرف التصرفات دي. يا فندم انا لما حصل كانت امي موجوده في البيت. خدتها وراحت له في البيت. راحت له قالت له ايه اللي حصل منك دوت البنت؟ قال لها انا ما حصلش مني حاجه. قالت له لا حصل. هي البنت حكت اللي حصل لها بالظبط. ايوه البنت حكت اللي حصل لها، كان معاها كتب وكده وزياده، فازاي ضرب مثلا، ازاي انت جبت الحاجات دي منين وكده. فقالت لها يا ست انا هقول لك بس ما يعني اوعى ابويا يضربني او حد يضربني. قالت لها لا ما تخافيش. قالت لها طب قولي لي انا ايه اللي حصل لك؟ قالت لها الراجل اداني الحاجات دي ومسكني من ايدي ودخلني جوه وعمل لي حاجه تقلق. قالت لها طب مين ده يا بابا؟ قالت لها تعالى اوريهولك. راحت عند المكتبه لقيت هو مدير المدرسه ده، فقالت له انت ازاي تعمل لبنت زي كده حاجه زي كده طفله؟ قال لها لا انا ما عملتش حاجه زي كده. ندى كام سنة يا أستاذ هاني؟ ندى يعني اعتبر داخلة بالتسع سنين، لسه ما يعني عندها بتاع 8 سنين وثلاث شهور. فلسه داخلة سنة ثالثة أول السنة اللي فاتت. فالمهم إنه أنكر يعني. أنكر. فأمي خدت البنت وقالت له خلاص أنا أروح أطمن على البنت في المستشفى. ولو حصل منك أنا مش هسيبك. راحت عند دكتورة قالت لها على فكرة أيوه حصل الواقع دوت فعلا يعني. ما صدقتش الدكتورة، راحت لدكتور تاني في الفيوم. راحت لدكتور تاني قال لها ايوه حصل بالفعل، وفيها يعني يعني مخطوشة يعني ايه متعورة. ايوه يعني المهم اثار الاعتداء الجنسي واضحة يعني. واضحة. فاحنا رحنا جينا عند الطبيب الشرعي، وامي دخلت معاه جوه مع الطبيب الشرعي هو في ال العياده. لما راحت العياده امي دخلت معاه، ما رضيش يدخلني انا معاه. دخل امي فكشف على البنت، فقال لها البنت متعوره، فيها تعويره في سطحيه جايه من فوق يعني يعني فيها شرخ، بس كويس ان الحمد لله ان يعني ما اتدمرش يعني الحمد لله ان ما لحقش ان هي تتدمر يعني. بس انت برضه تعرضيها على دكتور امراض نساء وتجيبي لها شويه حاجات مطهرات عشان الجرح ده يلم. تمام يعني ده حاجات مبررات اهي تثبت ان خلاص كده يعني حصل بالواقع يعني. فاهمني يعني انا يا استاذ وائل انا خايف من الناس المسؤوله ديت ان يضيعوا حق بنتي. مفيش حد ممكن يضيع، لان اصلها مش بنتك. هي مش بنتك بس يعني، ده هي ملك للمجتمع في قضايا من هذا النوع يعني هي مش قضيتك، ده قضية مجتمع.